متابعينا الأعزاء، أسعد الله صباحكم وبكل الخير إليكم. نشرة الأحوال الجوية لهذا اليوم تتأثر مملكة اليوم بمقدمات لمنخفض جوي مصنف بينه من الدرجة الأولى الدرجة الأقل وفق سلم ترتيب المنخفضات الجوية وشدتها على المملكة. الطقس يكون بارد اليوم في أغلب المناطق، الفرص مهيئة لبعض الزخات المحلية من الأمطار خاصة في المناطق الشمالية للمملكة، وربما تمتد بعض من هذه الزخات بشكل محدود نحو المناطق الوسطى المملكة. خلال ساعات الليل القادمة يتزايد تأثر المملكة بهذا المنخفض الجوي، يسود طقس بارد إلى شديد البرودة في مناطق عدة، تتكاثر السحب على شكل كميات في ساعات ما بعد منتصف الليل، وتصبح الأمطار أكثر انتشارا في ساعات ما بعد منتصف الليل وصباح يوم الخميس، وتشمل مناطق شمالية ووسطى من المملكة، ولاحقا يوم الخميس مناطق شرقية. خلال ساعات الليل القادمة في ساعات ما بعد منتصف الليل تحديدا لا يسرع أن تسقط زخات ثلجية محدودة فوق أعالي جبال الشراب، بينما تكون على شكل أمطار مخلوطة بالثلوج فوق بعض القمم العالية الشمالية والوسطى طبعا من المملكة. الأجواء كما ذكرنا اليوم تكون باردة بشكل عام، درجة الحرارة العظمى في العاصمة فقط 10 درجات مئوية، والأجواء غائمة جزئيا بوجه عام. درجات الحرارة العظمى متوقعة اليوم والصغرى للقادمة تقريبا في مدن ومحافظات المملكة، سنبدأها من إربد شمالا، كل من إربد وجرج 13-6، المفرق 13-5، في عجلون من 11-5 درجات مئوية، وفرص الزخات من الأمطار في شمال المملكة. العاصمة عمان ما بين 10-11، في ساعات النهار والصغرى 4 درجات، الصلت 11-5، مادب 12-2، الزرقاء 14-6، وفي البحر الميت من 20-13 درجة مئوية. في المناطق الجنوبية للمملكة تكون في الكرك 11-2، في الطفيل 11-3، في معان 14-2، 8-0 في الشراء، 21 درجة مئوية في العقبة نهارا والصغرى 12 درجة عفوا مئوية في ساعات الليل. شرقا الأجواء أكثر اعتدالا اليوم، رويشد 18-7، الصفاوي والأزرق 17 في ساعات النهار و7 درجات مئوية في ساعات الليل. إذن هذا كان لدينا بشأن الأحوال الجوية لهذا اليوم. للمزيد طبعا يمكنكم دائما تحميل تطبيق طقس العرب ليصلكم كل ما هو جديد بشأن الأحوال الجوية في المملكة. دمتم دائما بخير ومحبة، إلى اللقاء.